أحلام ينكسار هي أول سيدة في منصب مدير عام بوزارة الخارجية السعودية. بدأت أحلام ينكسار مهام منصبها كمدير عام في وزارة الخارجية السعودية لتكون بذلك أول سيدة سعودية تعين في مثل هذا الموقع في الوزارة. وستشغل ينكسار منصب مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية في السعودية. تعمل ينكسار منذ سنوات في وزارة الخارجية، وشغلت منصب نائبة رئيس القسم الثقافي والاقتصادي في السفارة السعودية في لندن، كما تولت الملفين الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية في الوزارة، وعملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية. تم تكليفها سابقا بتنسيق الأمانة العامة للجنة السفراء بلادها في أوروبا، وكانت ضمن وفد السعودية في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تحمل أحلام ينكسار درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.